انتباه لو سمحتم، انتباه لو سمحتم، حان وقت كام بلازلو. هو رفيق اثنين من الكشافة ولازلو يسمونه لام ألف زي لامواو ال زي الو لام ألف زي لامواو ولازلو يسمونه. ذهبوا إلى المخيم ثم راحوا يقلبونه لام ألف زي لامواو ال اي زي الو لام ألف زي لامواو ولازلو يسمونه. صباح الخير أيها المخيمون، حان الوقت لتستيقظوا من النوم، ولكي يساعدكم على ذلك أستضيف اليوم المطرب الشهير حلزون ميسيسيبي. نحن في مأمن. مأمن من ماذا؟ ألو ألو تيست، أنت تبدو مضطرباً بعض الشيء. بالطبع أنا مضطرب، ألم ترى هذا؟ كل سنة في مثل هذا اليوم يقوم أحدهم بالمزاح معي. نعم يسخر مني بكل وقاحة وتهكم، البودرة الحكاكة عنكبوت في سريري، معقص حول شعر أنفي. لقد عانيت الأمرين، ولكن ليس هذه السنة. لا، لأنني لن أدع أحداً يسخر مني بعد الآن. هل لديك فكرة عن هوية هذا الشخص سيدي؟ بالطبع إنه لازلو ورفيقاه الاثنان. وهل لدي إثبات سيدي؟ أنت ستثبت ذلك سلينكمان، لأنك ستنضم إلى كوخهم متنكرا. متنكرا ستنضم إليهم بصفتك كشافا جديدا، وستتأقلم مع أولئك المخيفين، أنا أعني السخفاء، وستعلمني بموعد خديعهم قبل قيامهم بها. وبالطبع أنت بحاجة إلى التنكر هاك. هذا ممتاز، بالكاد أميزك عن أي ولد آخر. حسنا أيها الكشافة، حان موعد لعبي لعبة المصعد. إننا نصعد، إننا نصعد. متى كانت آخر مرة فتش فيها هذا المصعد؟ مفتش المصعد. أنا فقط كنت أريد أن أقدم إليكم كشافاً جديداً، إنه ابن أخي وسوف ينضم إلى كوخكم وهو يدعى بوريس. قل مرحباً للكشافة بوريس. مرحباً جميعاً، كيف الحال؟ ماذا؟ مرحباً أيها الأصدقاء. أهلاً بوريس. من هوايات هذا الصبي أن يخدع الناس بمزحات ظريفة، أليس كذلك بوريس؟ لا تنسى هذه شركة ميري للسلع. إنها عدتك، أعني أغراض هانك. إذن رئيس الكشافة لومبس هو عمك؟ إنه الأفضل. لا، إنه ليس الأفضل. تعلمون ما الذي سيسلينا؟ أن نقوم بمزحة على الأيل الكبير. الأيل الكبير؟ ماذا تعني المزحة؟ أنت لست جادا صحيح؟ حسناً سأشرح لكم المسألة. لدي حقيبة مليئة بالخدع، مثلاً لدي الهزاز الكهربائي، يكهرب الأشخاص ويهزهم حين تصافحون يدهم. واو، هيا جربه. معك حق، إنه يصدم ويهز. لا، الصدمة هي للشخص الآخر. تفضل راج. شكراً جزيلاً. هذا رائع، أنا كشاف هزاز محورق. أرى أنك وجدت كيس الفطيس، مزحة كلاسيكية. لم أفهم شيئا. حسنا، الأمر بسيط، حين تجلس على هذا الكيس يصدر رائحة كريهة وصوتا محرجا جدا. موبي. الأمر مضحك جدا. سينكمان تعال إلى هنا. أدعم بوريس الآن. سأدعوك بأسماء أخرى إن لم تأتي إلى هنا حالا. سيدي أنا هنا. هل عثرت على أي براهين؟ هل يمكنني أن أطردهم؟ الجيلي بينز يبدون في غاية البراءة، قد يعتبرون حتى أغبياء. ماذا؟ إنهم يخدعونك سلينكمان. بوريس لا تتذاك علي، هم أذكياء ومحتالون، وباستطاعتهم خداع أمثالك بسهولة، ولذلك السبب أحضرت جهاز ميكروفون على هيئة عقد عادي جدا لكي أتمكن من سماع كل حديثهم. بوريس إلى أين ذهبت؟ أرنا خديعة أخرى. تذكر، أستطيع سماعكم. المطبخ المنسي هو المكان المناسب لكي نقوم ببعض المسحات. دع الأمر لنا بوريس. أجل، سنقوم بكل أنواع الخدع التي نعرفها.
هل تسمع كل شيء سيدي؟ أجل أجل، يبدو أنهم يهدمون المكان. لقد ضبطتهم. ها، لقد ضبطتكم الآن بالجرم المشهود. أظنك على حق أيها الرئيس أولمبس، فقد أجرمنا بحق أيدينا، أصبحت حمراء من كثرة الحف. سليك مان، هل هذه خدعة؟ حسناً اقترحت أن هذه ليست خدعة، أنا بحاجة إلى خدعة. نعم سيدي. وتذكر، أستطيع سماعكم. ماذا نفعل هنا؟ حسناً، هناك مزحة كلاسيكية أخرى. غيروا رمز المخيم واجعلوه مضحكاً. هل لديكم فكرة كيف تجعلونه مضحكاً؟ أوه، أعرف بالضبط كيف أجعله مضحكاً. سيدي لومبس، هل تسمع هذا سيدي لومبس؟ تدمير إحدى مقتنيات المخيم، هذه أفضل فكرة على الإطلاق. خلع بوابة المخيم، هدم رمز المخيم، واستبداله بقوس النصر. سانكمان. أعرف أعرف، باستطاعتك سماعنا. يحدث هنا؟ هناك تشويش بين محطتين. هذا بوريس مزرعه. هاي أرجوك لا تغني، لا تفعل هذا، قلت لك لا تغني. أخذ بهذا الشيء، لم أعد أحتمل. رئيس الكشافة لومبس، أنت ألا تعلم أن التسلل على رئيس الكشافة مخالف لقانون الكشافة؟ أردت أن أشكرك شخصيا لأنك وضعت ابن أخيك بوريس في كوخنا. نتساءل إن كان لديك أبناء أخوة آخرون. إياك أن تفكر في أنني لا أعرف ما الذي تفعله، فأنا أيضا كنت كشافا في صغري كما تعلم. حقا؟ أدعى لومبس. رائع. كنت كذلك فعلا، هل تعرف؟ كنت أمارس الخداع على الأيل الكبير في صغري. حقا؟ وكيف ذلك؟ حسنا، كنت أنتظر حتى ينام. هل الأيل الكبير ينام؟ بالطبع إن الأيل الكبير ينام. على كل حال، كنت أستعمل المقص ورغبة الحلاقة وأوراق الحمام وأقلام التبرج و إلى أين ذهب؟ أيها القرد الصغير. هي بوريس، كانت أخديعك مسلية، نحن جاهزون للقيام بأكبر مسحة. حان وقت مسحة الأيل الكبير. حقا الأيل الكبير، ومتى؟ حقا الأيل الكبير. أيل كبير. كان عليك رؤية وجهه، لقد أوقعته في الفخ مباشرة. إذن تتظاهر بالنوم هم يدخلون يقومون بمسحتهم وأنا أضبطهم ثم أطردهم، فليقوموا بالمسح عند العشاء. نعم سيدي، عند العشاء. استمرت هذه المهزلة طويلا جدا. ولكن ماذا إن غرقت في النوم؟ سليكمان، حتى لو كنت مستلقيا على مقعد مريح، ذلك لا يعني أنني إذن هل أنتم جاهزون؟ لنتفقد الأغراض. ورق الحمام موجود. المقص موجود. التبرج موجود. الخبز حسناً، أعتبره موجوداً. أوه، نسيت أن أخبركم أين تجدون الأيل الكبير في هذا الوقت من النهار. أوه لا عليك، فنحن نعرف بالضبط أين نجده. أمي، أريد بعض الحليب من فضلك. العشاء جاهز، تفضلوا إلى القاعة لتناول العشاء. أين هم؟ أين الجيلي بينز؟ نحن هنا أيها رئيس لومبس. جيد، لأنكم ستدفعون ثمن ما فعلتموه بوجهي. انظر إلى وجهه، إنه مخيف. إنه رهيب، يشبه الجزء الخلفي لبدن الأورانجوتان. لقد أعمى بصري. أعرف، مظهري يسبب الصدمة. سيدي، قد ترغب في إلقاء نظرة؟ بالطبع أرغب، أريد أولاً البحث عن المذنب. وجهي طبيعي، ظننت أنكم قمتم بمسحة على الأيل الكبير. بالفعل قمنا بمسحة عليه. رأيت؟ ماذا؟ حلقنا له ذقنه، قصصنا شعره، ألبسناه ولمعناه. لا، هذا مستحيل، هذه ليست بمزحة. كان من المفترض أن تقوموا بمزحة عليه. أنا الأيل الكبير، أنا. ألا تعرفون ماذا تعني كلمة مزحة؟ هذه مزحة، هذه مزحة. أنت؟ أنا؟ التقط صحنك وارمه علي هنا بالضبط. ماذا؟ لا تكن جبانا، قم برميه فحسب. هل يرغب أحد آخر في المزاح مع الأيل الكبير؟ هيا، أريد مزاحا حقيقيا هنا وهنا بالضبط. نعم. هذه بداية جيدة جدا.
أوه، هل هذا كل شيء؟ أريد منكم أن ترموني بكل ما أتيتم به. هيا باستطاعتكم القيام بالأفضل. سأخرج لبضع دقائق لأمنحكم فرصة لتستعيدوا طاقتكم. هي، أنت لست بوريس، أنت سلينكمان. إنها فكرة لومبس، كانت مزحة وهو خطط لها. حقاً؟ حقاً. رئيس الكشافة لومبس يمازحنا؟ رئيس الكشافة يمازحنا؟ يعيش لومبس، يعيش رئيس الكشافة. يعيش رئيس الكشافة، يعيش، يعيش. أنا هنا. يا دفتر يومياتي، لقد مضى 9 حزيران يونيو، ومرة أخرى نسي رئيس الكشافة أنه عيد ميلادي، ولذلك السبب أقوم بمزحات معه كل سنة في مثل هذا اليوم. وهذه السنة كانت رائعة جدا، بحيث لم أضطر إلى فعل شيء. سلينكمان، ما زلت مستيقظا؟ هذا جيد. بسبب ما عانيت اليوم من فوضى وإهانات، كدت أنسى أمرا هاما. عيد ميلاد سعيدا. على فكرة، خطك في دفتر اليوميات بشع جدا، حاول تحسينه.